كابتن سامي، بنرحب بيك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السريع والكورة. كيف كانت التحضيرات للمباراة القادمة بعد الخسارة الثقيلة أمام التحقيق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله اكيد بداو نلعبوا معي طب النسق هذا، اكيد ما ثماش تحضيرات كبيره على المستوى البدني ولا حتى على المستوى الفني، اكثريتها معناتها نحاولوا استشفاء ونحاولوا الجانب النفسي، ترميم المعنويات خصوصا بعد هزيمه ثقيله معناتها في المباراه الاخيره. اكيد حاولنا معناتها باش نسترجع شويه المعنويات بتاع اللاعبين وحتى على المستوى البدني، معناتها حاولنا باش أكثر استشفاء. ما هوش باش يكون ثم حاجة معينة بذاتها، لكن التمارين كلها معناتها باش تكون بالنسق هذا، ما هوش نسق مرتفع. احنا خارجين من مرحلة هذه الخامس مباراة في أربع ولا خمسة أيام كل مباراة، ولا في بعض الأحيان أقل، مع المناخ مع الرطوبة مع زيادة كذلك معناتها ثم 8 و9 لاعبين اللي شاركوا في جول المباريات، أكيد معناتها باش نلوجوا أكثر على النشاط، الحيوية أكثر، الاستشفاء معناتها. ماذا قلت للاعبين بعد الخسارة الماضية وكيف جهزتهم لمباراة الكورة؟ أكيد قلت لهم هذيك أحكام الكورة، معناتها يلزمكم تكونوا عارفين اللي ثم في المباراة فترات متاع قوة، اللي إذا كانك أنت ما تستغلهاش ضد أندية كبيرة معناتها إذا تغلط تخلص، والأندية الكبيرة معناتها كي تغلط تخلص وما يسيبكش، معناتها ما يسيبك إلا ما خلاص ما عادش فيك روح، معناتها يكمل يقضي عليك بالأول والثاني والثالث والرابع حتى لين ما عادش تنجم، معناتها فهمت. أنا طلبت منهم اللي يكونوا معناتها يهزوا روسهم، أكيد هزيمة مذلة كي تشوف الحد الجول الأول، معناتها المباراة كانت ماشية للسيلية أكثر، معناتها سيطرة وفرص، لكن كما قلت لك معناتها إذا كان ما تسجلش ولا ما بعد ما تستحفظش زاد كذلك، معناتها كي يجي فيك جول معناتها من بعد تنهار بالطريقة هذه، ما عندناش الوقت اللي كنا باش نحزنوا ولا باش نتأثروا تأثر كبير، ما مش لعيبة صغار معناتها، لعيبة عندهم الخبرة ومنضج الكروي معناتها ما شاء الله. دونك طلبت منهم اللي كونوا معناتها خلاص دخلت في التاريخ، ثم اشياء غلطه كثير عملناها نحاولوا معناتها نصحوها وننظروا الى الامام. سبب الانهيار والله كيما الصدمه جات، معناتها كيما واحد يستنى 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 باش يسجل وهو كان الاقرب للتسجيل في 30 ثانية، معناتها كانت كرة على المستوى الهجومي لينا احنا معناتها وكانت شبه فرصة، في 30 ثانية معناتها تتنقلب، كان كينها معناتها كينها صدمة، ومع أندية كيما هكا معناتها يلزمك تعاود تصحصح، إذا كان باش تقعد مصدوم 4-5 دقايق خلاص الخصم معناتها حاسس بيك اللي كونه، وهكا اللي صار معناتها بعد ارتكبنا العديد من الأخطاء الفردية اللي كانت أسباب معناتها في حسب رأيي من الجول الثاني معناتها الفريق انهار كليا على المستوى النفسي. مباراة الكور منعطف مهم لكم في الدوري، كيف تراها؟ منعطف لا، لكن مباراة مهمة معناتها مهمة جدا، خلينا نكونوا بأكثر واقعية، احنا نطمح دايما باش نكونوا معناتها في مراتب متقدمة، نكونوا معناتها في تموقع جيد، نحاولوا معناتها دايما مع الأندية الكبيرة نكونوا تكون نتائج متاعنا طيبة، معناتها ممكن حاسب رأيي معناتها كي نعملوا مقارنة موضوعية معناتها السيلية ممكن الهزيمة متاع العربي معناتها تنجم تكون خارجة عن السياق ولا على التكهنات متاعنا، تحيل كنا نطمح إلى ما هو أفضل، لكن حسب رأيي ماهيش كارثة معناتها تخسر مع التحيل والسد في أول جولتين، الرزنامة ما خدمتناش الحق معناتها تلاقي التحيل والسد والعربي معناتها في أول 4 جولات معناتها ماهيش حاجة سهلة، إن شاء الله معناتها مازال تم 7 مباريات أخرين اللي أندية كيفنا ولا أفضل منا نسبيا وفي متناولنا معناتها باش نحققوا نتيجة طيبة. أكيد النتيجة متاع الخور مهمة خصوصا قبل توقف معناتها على توقف بنص شهر،
اكيد معناتها كي تتوقف على نتيجه ايجابيه اكيد معناتها ال 15 يوم هذوكم معناتها ما يطولوش عليك، تولي تستنى معناتها في المباراه اللي بعدها. ان شاء الله احنا نكملوا على نتيجه ايجابيه ان شاء الله. الحاجه الجيده في السيليه اللي كنا نعرفوا الاخطاء نتاعنا، نعرفوا وين الضعف وين العلم نتاعنا، اكيد ان شاء الله معناتها بنحسنوها وان شاء الله الفريق يكون افضل ان شاء الله. ان شاء